ما بك؟ من الذي جاء على هذا الجوال؟ اشرب اشرب ولا تهتم، إنني سمعت خبرا كاذبا لم أصدقه. جارية تنقل إلينا من أبي نبأ. وما هو هذا النبأ؟ جساس قتل كليب. جساس يقتل كليبا. اشرب يا رجل اشرب، هذا أبوك يريد إرجاعك إلى الحي، فلم يجد وسيلة غير نبأ كهذا. أنت تعرف أن يد جساس أقصر من أن تصل كليبا. أنت لم تصدق الأمر ليس كذلك يا همام؟ وما دمت لم تصدق فلماذا لا تشرب يا رجل؟ جساس يقتل كليبا، هل خرفت أم سكرت؟ ماذا ستفعل لو قتل كليب فعلا؟ الذي سيفعله لو كان مكاني. ماذا ستكون دية كليب لو قتل؟ تصور لو أنهم يفسدونك ويتركون دمك يسيل قطرة قطرة، ومقابل كل قطرة عائلة أو قبيلة بأكملها. تلك هي دية واحد مثلك أو مثل كليب بالنسبة لي. تصدق هذا؟ هل تصدق أن كليبا يموت؟ وكيف يموت؟ مقتولا. لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقأ عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة بالرجولة، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى ردائي الملطخ تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب، لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عينا أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون ها نحن أبناء عم. قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن تجيب العدم. إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك؟ وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة؟
كيف تنظر في يدي من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف؟ إن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من ألف خلف.